المدرب راسم المرزوق يقبل كل شيء. مرحبا بك في سباق صعدت بعد فترة، يقبل كل شيء، تحكينا على مسيرتك الاحترافية كيفاش كان؟ والله الحمد لله، هذه الدموع ادمي بريسك هذيك في السعودية سيتي لوبجيكتيف نتاع المانتيات، رشح لها الدوزيام فاز، ما خلطناش نلعبوا سوبر بلاي اوف، مي عملنا سير 9 ماتش 6 فيكتوار اللي خلينا نعمل برستاسيون باهية غادي، الحمد لله عملنا برستاسيون باهية. وهذايا واجب عليه، لازم نرجع الفريق نتاعي نادر الصفاقسي كيما خلاني نمشي، عليه واجب باش نرجع وعلى الاقل نقدم له ونعطي العمل نتاعي، على الاقل خاطر عطاني اضافه كبيره برشا كيفاش خلاني نخرج من الباب الكبير. دونك رجوعي كان معناها رجوع عادي. سي ناصر نجاح كلمني ديك وصلت نهار ثلاث واتصل بيا باش نكملوا كل الستاف، على فكره الستاف كامل باش يكمل معناها كلك يعني علاه ما شفناش عزيز خلف على البنك اليوم؟ والله ظروف صغيره ما نجموش نحكيو برشا فيها، في كويزين انترن هي ظروف صغيره، وعزيز خلف باش يكون متواجد يوم الاثنين في لونترينمون. علاش اليوم هاكا الكوتشي وعزيز خلف معناها ما خليناش، خاطر خدم خدمه كبيره برشا، عمل كونتينيتي راه سي با فاسيل، راه غراس لوي باش نهزوا الشامبيونا، غراس لوي اللي ربحنا سي ماتش في البلاي اوف، سي با راسم سي فري خدمنا مع بعضنا الى كونتينيو لي ترافاي، مي نشكروا برشا خاطر رجع وخلاني نفرح بشامبيونا ونلعب على شامبيونا لاخر لحظه، بارك الله فيه نشكروا. نهار الاثنين باش نقول لكم راه باش يكون متواجد في لونترينمون، ما فما حد شيء، راحه صغيره ويرجع. نادي الصفاقس يخطو خطوه مهمه جدا نحو الاحراز على البطوله. هي هذه خطوة مهمة، كما قلنا لازمنا لوبجيكتيف تاعنا راهو سي لي 4 فيكتوار، كما تعرف الجمعة الجاية عندنا ماتش ريفونش بالنسبة لينا النابل، دونك لازمنا نربحوه، تسمى كان نربحوا الجمعة الجاية دونك هزينا الشامبيونا في نابل، مي كمان تقعد ماتش جميل وماتش الهلال، إن شاء الله يا ربي نربحوهم وهكاك نهزوا البطولة عن جدارة. عودة المدرب السابق راسم المرزوق، كيف ريت الشيء؟ الحمد لله يا ربي، مرحبا بيه سي راسم، الدار دارو، الفاميليا فاميلته، عودته بيان سور تعطينا قوة كبيرة، إن شاء الله الجمعة الجاية نشوفوا معاه كوتش عزيز بيان سور، على خاطر ديجا هو معناها كي مشى سي راسم خدم دور كبير، يعطيه الصحة وبارك الله فيه، دونك كيما نقولوا راسم خدم الصعيب، عزيز خدم الأصعب، كيما نعرفوا الكوبل هذاك يكمل بعضه، دونك أنا بزون بالكوتش عزيز إن شاء الله لندن نحبوا نشوفوه معنا. انتصار مهم اليوم أمام الجماهير، نتفاداو العثرة مباراة دور نصف النهائي، ونادي الصفاقس بنسبة 90% مش يتوج بالبطولة. بسم الله الرحمن الرحيم، كما قلت انت الحمد لله عثره وتجاوزناها، دومي فينال نتاع الجمعه اللي فاتت والخساره عوضناه اليوم وفرحنا جمهورنا الغالي، ان شاء الله مازالوا قدامنا توا تروا ماتش، مهما كانت الريزلتا نتاع ليزيكيب اخرين حاطين في مخاخنا اللي تروا ماتش ان شاء الله باش نكملوهم سون ديفيت، مازال لنا ماتش نابل ماتش ريفونش مازلنا باش نلعبوها غاديكيا، ان شاء الله نفرحوا الجمهور في نابل غاديكيا وبالذات ونروحوا له ان شاء الله بالبطوله، وان شاء الله ربي يوفقنا، وبالمناسبه هذه نشكر الجمهور الغالي اللي جا سندنا اليوم.